وهي هند. اهلا بهند، كيف الصحة هند؟ تفضلي. اهلا، اهلا وسهلا. شو اخبارك هند؟ الحمد لله. شو اتطلقتي؟ بقالك زمان كم شهر؟ 8 أشهر. إليك 8 أشهر طلقتي وبيتي متزوجة 8 أشهر. هند أهلا وسهلا فيك. هند عندها قصة، رح أقول لكم شو القصة. القصة أنه زوجها اللي طلقها قبل شوي مثل ما قلنا قبل 8 أشهر كان متزوج صديقتها لهند. كان في خلافات بين زوجها لهند وصديقتها اللي كانت زوجته وقتها واللي اسمها إلهام. هند وإلهام صديقتان. بقى بهالخلافات كانت هند تتدخل لحل مشاكل الزوجين. بقى ما كانت تنجح كتير هند، إنما اللي حصل إنه زوجها لإلهام اللي أصبح زوجها لهند وقع في غرام هند. المهم إنه إلهام الزوجة الأولى عرفت، بقى زعلت طبعا من هند وقاطعتها. وزوجها شو كان اسمه زوجكم اثنينكم؟ شو؟ زوجك شو اسمه كان؟ اسمه محمد. محمد. إذا محمد طلق إلهام وتزوج هند. 8 أشهر اكتشفت هند إنه برضه محمد عنده وحدة ثانية. بقى اختلفت معاه وطلقها. هند اليوم جاي تعتذر اولا من الهام، وجاي ترجع العلاقه بينها وبين الهام اذا الهام رضيت، وحاسه بالذنب، وفي شيء يعني هي ذاقت نفس الكاس اللي ذاقته الهام من زوجها محمد. هند انا بشكرك على مجيئك، بشكرك انك حبيتي توقفي امام الناس وتروي هالروايه اللي ممكن تكون مثل لكل الازواج في هذا العالم العربي. بقى ما تخافي، كوني مرتاحة. بس ما اكتشفتي انت من الاول انه هيك؟ لا، ما كانش كيبان عليه الغدر. نعم، كان كيبان ظريف. أيوة. حنين. حنين. كيقدر اي وحدة توقع في الغرام ديالو. نعم، كيعرف كيفاش يجذب الانسان بلد. عنده. ايوه ايوه. انا ما كنتش عارفه، ما عرفش اصلا كيفاش حتى قدرت وين بغيت. لما كنت انت عم تسعي تقومي بمساعي خير بينه وبين الهام، مين اللي تحرش بالثاني بالاول، انت ولا هو؟ هو. هو. بس انا ما كنتش عارفه كيتحرش بيا. نعم. كان كيتودد لي بواحد الطريقه اللي انا خلاتني نوقع في الغرام ديالي. انا ما عرفتش داك الشيء كيفاش جا. وتخليتي عن صديقتك الهام. زعلت إلهام كثيرة. وقديش إلكم في قطيعة بين بعض؟ من يا مدي رأس؟ لا، القطيعة سنة. إلها سنة القطيعة؟ سنة. يعني من وقت ما تزوجتي أنت محمد صار في قطيعة. شو بتعتقدي؟ شو بيكون موقفها لما تشوفك؟ أنت اللي خنتيها؟ أكيد غضبانة عليا ومقلقة بزاف. أنا كنت منها تسامحني. أنا عارفة راسي غلطت بزاف. كنت منها تسامحني. بس أنا بهنيكي على شجاعتك، أنت شجاعة، وإن شاء الله هي تكون شجاعة بقدر ما أنت شجاعة. نحن وجهنا لها الدعوة لإلهام، خلينا نشوف كيف تلقت هذه الدعوة. العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، كنجد الترحاب بك أستاذ جورج قرداحي، وكيف العادة معنا دعوة، وهاد المرة باسم السيدة إلهام الهدى اللي دارها ما بعيداش من هنا. نواصلوا الرحلة ديالنا باش نسلموا هاد الدعوة. هذا هو المنزل اللي كتعيش فيه السيدة إلهام الهدى، أجوا معايا نشوفوا واش كاين.
السلام عليكم لالا. وعليكم السلام. الله يخليك، كنسول على السيده الهام لهدا. هي انا لالا. انت لالا اللي من مواليد 1989؟ هي. وكتشتغلي نقافه؟ هي. معك لالا فاطمه الزهراء من برنامج الاستاذ جورج قرداحي. هي. مرحبا مرحبا. مرحبا لالا، مرحبا بكم. ربي يخليك. جبت لك معايا دعوه لحضور برنامج الاستاذ جورج قرداحي. وكيفاش عرفتوني وكيفاش؟ هذه مفاجاه. وصلتني هالدعوه؟ هذه مفاجاه ان شاء الله. كلشي غدا تعرفيه في البلاطو ديال البرنامج ديال الاستاذ جورج قرداحي ان شاء الله. لالا ان شاء الله نتمنوا نشوفك ان شاء الله في البرنامج ان شاء الله. مرحبا بكم. شكرا لالا، نهارك مبروك. اهلا الهام. اهلا وسهلا الهام، تفضلي عيوني. اهلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كيف كانت رحلتك من المغرب؟ كثير حلوه وانا فرحانه بزاف بزاف لاني شفتك. تسلمي، كلك زوج. لاني بحبك قوي قوي. الله يخليكي، شكرا شكرا. وانا بحبكم. وكل شعب المغرب حبايبي حبايبي. شعب المغرب حبايبي. في ناس ظلمونا بس ما كان ابدا ما عاشني يظلمك. شكرا حبيبتي. الهام طمنيني عن حياتك، عن امورك، وين عايشه انت؟ بالدار البيضاء؟ كازابلانكا. كازابلانكا. وما عندكش اولاد؟ عندي ولد واحد. ولد؟ قديش عمره؟ 7 أشهر. ما شاء الله ما شاء الله. يلا بيبي بيبي. الله الله يوفي الله يوفي. انا عرفت انك طلقتي. ايه طلقتي لك فتره. تقريبا شي كم؟ شي سنه. سنه تقريبا. سنه. تتساءلي يمكن انه ليش جيتي على البرنامج؟ بس انا تفاجأت يعني لما اجتني الدعوه. نعم. انت تبع حضرتك. طول عمرك. فرحت وكمان تفاجأت. شكرا شكرا، وبشكرك على ثقتك ومحبتك. ما تتصوري قديش انا عن جد يعني منفعل بهالعاطفه. بس مش انا صاحب الدعوه الحقيقي، انا وسيط. هذا البرنامج هيك شكله. انا جاي عشان حضرتك. الله يخليك، شرفتيني. بقى في حدا هو طلب انه ندعوكي، دعوناكي، بتحبي تعرفي مين؟ اوكي. تفضلي طلعي بالشاشه، خليك انت وجالسه، انت وقاعده، تفضلي يا عيني. لا مش معقول يعني. الهام الهام تفضلي تفضلي، خليكي مستريحه، بدي احكي انا وياكي. تفضلي. لا مش معقول يعني. بعرف. مستحيل اني بعرف بعرف. تفضلي. اتقبلها. تفضلي. مستحيل اشوفها. بعرف. مستحيل. بعرف، نحن عرفنا كل الحكايه. انا عارف كل الحكايه. دمرت حياتي. وانا طولي بالك. انت عارفه شو صار معها؟ زي اللي صار معاكي. ازاي؟ خليني اقول لك. ازاي يا استاذ يعني؟ خليني اخبرك. هيدي داقت نفس الكأس اللي ذقتيه انت، ونفس المصيبة اللي وقعتي فيها انت وقعت هي فيها، وكأنه الله جازاها وهي جاي ونادمة. جاي ونادمة. مستحيل. خليني اقرا لك الكتاب المكتوب اللي بعثت لك اياه. اوكي. بعرف انه صعب. بعرف صعب كثير يعني. بعرف وبعرف انه إنسانة بعرف انه كنتوا اصدقاء كثير. تكون معك بنفس البيت. نعم. وصديقتي وعشره عمري وتاخذ مني زوجي وتدمر حياتي. مستحيل يعني. يعني خاينه يعني. مستحيل. صحيح. في خيانه. في خيانه. برافو عليكي. مستحيل خاينه وتعبانه. طيب يعني تعبانه. انا بعتبرها تعبانه يعني. صعبان. لانه ايه صعبان. صعبان يعني. نعم نعم. لانه يتمت دي ابني يعني وابوه بالحياه. يتمت ابني وابوه بالحياه يعني. مستحيل مستحيل يعني. انا ما ليكي ما بدي تنخضي ولا بدي تنزعجي. اوكي. حقك تعبري عن مشاعرك وتفشي خلقك بس. وانت ضيفتي وانت مكرمه معززه. بس خليني اقرا لك الكتاب اللي بعثت لك. اوكي. بتقول لك صديقتي واختي الهام، لا أجد كلاما أعبر به عن أسفي لما فعلته بك، لكن ربما كان علي أن أشرب من نفس الكأس الذي شربت منه حتى أفيق وأعرف قسوة ما فعلته بك. لن أحاول أن أجد مبررات لما فعلت، فكل المبررات ليس لها معنى أمام حقيقة أني خذلتك وساعدت في خراب بيتك. ربما كان من العدل أن أمر بكل ما مررت أنت به
وجعلني هذا العقاب القاسي أندم على التفريط فيك لأجل خاطر خائن لم يصن عشرتك. أنا أخطأت ونلت جزاء على عقابي بما حدث لي، لكن العقاب الأكبر كان في خسارتي لك. كل ما أريده منك حاليا يا إلهام هو أن تقبل اعتذاري ونعود أصدقاء. سامحيني والمسامح كريم. هالبرنامج اسمه المسامح كريم. أنا مش قصدي إنه أزعج الناس، يعني لما بيجوا على استوديو مش قصدي إنه ينفعلوا وينزعجوا وإنه خضهم ويتأثروا، بس الطرف الآخر بيكون داعي بيكون صادق بدعوته، يعني جاي ونادم وحابب إنه يصلح الخطأ اللي حصل. هيدي الست هند اللي بتقولي أنت ثعبانة وخانتك، معك حق تقولي هالكلام، ندمت واجت على الاستوديو. بعد ايش ندمت؟ بعد خراب بيتي؟ دمرت حياتي. طيب ليكي طبعا في خيانه، في خيانه وفي اذى، تزوجته وكانت لو ما تزوجت زوجي كانت انتحرت، يعني كانت عم تهدد اهلها بالانتحار. شوف يعني شوفوا يا جماعه يعني القصه لوين. يعني بتعرفي الهام، معلش انت ست عقلك كبير، خلينا نسمع ليش اجت لهون. يعني بعد كل شيء عملته وكل هالأذى اللي تسببت لك فيه، لماذا أتت إلى هنا؟ تفضلي. أوكي. يا هند نحن سامعينك، علي صوتك وسمعينا ليش جيتي قليلة لإلهام. أنا جيت نطلب من صاحبتي السماحة، أنا عارفة راسي غلطت بزاف. حسبي الله ونعم الوكيل. عافاك سمحي لي بزاف، أنا ماشي خسرت غير راسي، خسرت كحشانتي بزاف، سمحي لي. عافاك أنا عارفة راسي غلط، أصلاً كنا ما أخذيش وش لك أنا، كانت أكيد غتاخذوا لك مرة أخرى، حيت أصلاً هو عز عليه العيالات، عز عليه نسوان من غيرك ومن غيري أنا، جوج بيا أنا نقدتك منه، كان غيشردك غيشردك، بيا ولا ماشي بلا بيا، أكيد كانت غتجي مرة أخرى تاخذه مني. لكن أنا ما بقاش فيا هوايا، بقت فيا هي. نعم. هي أكثر منه هو. نعم. من العشرة أنا خسرت. نعم. ما بتكون إلا على ابن الحرام، فهي اللي بقت فيها بزاف وقطعت في الداخل ديالي. نعم نعم. يعني أنا ليكي مبلومك إلهام، خذي راحتك انتبهي، يعني أنت مش مفروض إنك تعملي شيء غير 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 أخلاقك وغير عواطفك. أنا جيت أطلب منك السماحة، على الأقل غير ضميري يرتاح. سمحي لي يا إلهام، أنت أحس صديقة عندي وخسرتك. لو سمحي لي غير باش ضميري يرتاح. عافاك استاذ جورج. وحياة ولدك. طيب وحياة ولدك خلاني افوتها عندي للبيت. نعم. قلبي الطيب خلاني ما عملت شيء واضح في حياتي. قلبك طيب انت، واضح واضح دم يعني قلبي، يعني باين باين بوجهك قلبي. هلا زوجك بيتواصل معك شيء ولا لا؟ لا خلاص. وابنه عندي وقاعده معاه، ما بيعرف لا مصروف ولا شيء، قاعده انا مع اهلي. أنت مع أهلك بس هو ما بيشوف ابنه كمان؟ ما بيشوف ابنه ولا بيسأل عليه ولا شيء. إن شاء الله بعد هالحلقة يرجع يحن كمان يشوف ابنه. أي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شو بدك تقولي له لهند؟ عافاك يعني كيفاش غنقدر يعني 100% ما غاديش نسامحها؟ إيه يعني 100% مش قادرة تسامحها. 100% ما غاديش نسامحها، ولكن الله بيسامح. نعم. شلون العبد؟ نعم. ما يسامح. نعم. فأنا سامحتها. نعم. وخلاص والمسامح كريم. نعم بس بتسافحيها. بتسافحيها. نعم. بس ما تخنقيها. ما كلها. بدك تخنقيها؟ منين؟ طيب. هيك سامح. خلاص. القلب الطيب. قلبي طيب. على طول بسامح الحمد لله. قلبي طيب. تفضلي هند. قلبي طيب. <تصفيق
فينا نقول انه جماعته المصيبة من هيك تصالحوا. لا تصالحوا لانه الهام قلبه طيب والهام قلبه كبير، وهند كمان شجاعة. قلت لها انا انها شجاعة، اجت امام الملايين اعترفت بخطأها واعترفت بذنبها وطلبت انك تسامحيها، بقى كمان هي عندها شجاعة. على كل حال شو بدنا نقول، حالات بتصير، هيدي مثل ما بيقولوا عندنا حال الدنيا حال المتزوجين. الله يوفقكم، شو بدي اقول لكم، وترجعوا على المغرب سوا ان شاء الله. وان شاء الله بعد الحلقه كمان يسال عن ابنه ان شاء الله. يا ان شاء الله نشكرك نحن، انا بشكرك الهام، بشكرك على ثقتك وعلى هالمحبه والقلب الطيب اللي بتحلي. انا اللي تشرفت بشوفتك. شكرا يا حبيبتي، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. شكرا، تفضل تفضل. اهلا وسهلا. يعني طباع الناس بتختلف، في ناس بيكون هيك عندهم عفوية وعندهم قلب طيب، هذا ما لمسناه من إلهام. على كل حال مثل ما قلت هند كمان